اليوم نحن كمديرية عامة للتربية أو نقابة المعلمين نعمل بيد واحدة من أجل المعلم. أقولها اليوم أبواب المديرية العامة لتربية نينوى هي مفتوحة لكل معلم ومدرس، لكن الحقوق والامتيازات يجب أن تأتي للمعلم والمدرس، ليس فقط على مستوى استحصال الرواتب أو استحصال الحقوق القديمة من الرواتب المدخرة أو من العلاوات والترفيعات، لكن أيضا أدعو نقابة المعلمين لنقف يد بيد، وكما دعا دولة رئيس الوزراء في الاحتفال المركزي أن تكون الأولوية للمعلم، وخاصة في منح قطع الأراضي. الدر أنت وفيك يفخر الصدف، لقاؤك كان بالأنوار يقتصر. إن الحياة بدون العلم مهزلة، لا طاب عيش ولا الكون يزدهر. ماذا لدينا في مواد اليوم؟ لدينا درس في اللغة العربية مع المعلمة سلوى. يا لها من معلمة سيئة ومملة، متى ستنتهي هذه الحصة؟ ثقتي والله، وهي تتحدث دائما ولا تسكت، وهي تزعجنا في حديثها الدائم وتقول جزاكم الله خيرا وإن الله ذخرا وفخرا لهذا الوطن. أي وطن هذا؟ نعم، إني لا أحب حصة المعلمة سلوى، إنها معلمة سيئة. بصراحة لقد أحسست نفسي في حصة مملة لها، أليس هذا صحيحا؟ نعم صحيح. يا صديقاتي، لا يجب السخرية من المعلمة هكذا. هل المعلمة قيمة يا أنوار؟ نعم يا صديقاتي، المعلمة هو من زين عقولنا بأجمل العبارات، ألا تعرفون قيمة المعلم؟ العلم ينضح مديون أمر، خليتنا نحكي بزود مقاتل بالعلم، خليتنا نتسلح. اسمي المعلم، ضع خطا تحت كلمتي بالقلم الأحمر. مهنتي تربية الأجيال، صانع الأخلاق والقيم. عنواني الأرياف والصحاري والقرى حتى المدن، سكنت السفوح كالقمم. أيها المعلم، أنت مهتم شومتك أنا قلتها، ولا أعرف من أين أبدأ ومن أين أنتهي. أيها الحاجب، نادي على المشتكي الأول. المشتكي الأول تقدم. أنا تلميذ لهذا المعلم، صراحة الدرس ممل ويتجاوز كل الحدود، ويظن نفسه مصلح للكون، والوجود يعاتبنا على اللباس ومن نجلس وكيف نجلس. أنت تكتب، ألم تكتب؟ يا سيد القاضي، كبرت ورضع الصغيرة، ودرسه لا ألقى به أي شيء ولا أستوعبه. أريداني ألبس ما أهواه ونكون مثل نجوم الأفلام، هل هذا عيب يا سيد القاضي؟ ماذا أن يفقى على ما قاله أيها المعلم؟ لا عيب أن يكون الإنسان طموحا، لكن لنكون أكثر وضوحا، هل هناك مستقبل دون أخلاق وقيم؟ إنهم يريدون حياة دون قراءة أو فهم، ومن خوفي عليهم قلبي محترم. مناسبة عيد المعلم في الأول من آذار، حضرنا اليوم إلى قضاء الحمدانية، وبالتحديد في معهد الفنون الجميلة الحمدانية، حيث أقام قطاع الحمدانية نقابة المعلمين احتفالية بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. من هذا المكان أبارك لكل الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، وأنتم منبرا للعلم والتقدم، وأيضا نعاهد الله ونعاهد الوطن أن نبذل المزيد من أجل تقدم العملية التربوية وخدمة أبنائنا التلاميذ والطلبة من أجل نينوى ومن أجل العراق. في كل عام تحتفي الأسرة التربوية بعيدها الأغر
والذي يوافق في الأول من آذار من كل عام. عودتنا دائما قطاعاتنا في نقابة المعلمين فرع نينوى أن تحتفي كل قطاع على حدة بمناسبة عيد المعلم، وأن تكون هناك احتفالية مركزية إن شاء الله يوم غد الأحد في مقر نقابة المعلمين فرع نينوى. اليوم حضرنا وبرفقة السيد المدير العام والسيد المعاون الأستاذ خالد الشاهين ونائب وأعضاء الهيئة الإدارية للفرع تلبية للدعوة الموجهة لنا، ونحن من الراعين لهذه الاحتفالية في قطاع الحمدانية لنقابة المعلمين، هذه المدينة المعطاء التي عودتنا دائما على رفض العملية التربوية بكوادر منذ أقدم الأزمان، إذ تعد قضاء الحمدانية من الأقضية التي ترفض المديرية العامة للتربية بكوادر متميزة، وأيضا هناك تميز واضح في قطاع الحمدانية نقابة المعلمين، والذي احتفل اليوم بهذه المناسبة بحضور عدد من الكوادر التربوية. نكرر التهنئة لكل كوادرنا التربوية في محافظة نينوى بعيدهم الأغر، وإن شاء الله تطبق توجيهات دولة رئيس الوزراء بالاهتمام بالكوادر التربوية، حيث أعطى قبل يومين بحضوره باحتفالية النقابة المركزية وعدا بأن تكون هناك أولوية في دعم الكوادر التربوية بموضوع السكن، سواء في الشقق السكنية أو في الأراضي اللي نأمله من حكومتنا المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي أن تولي اهتمام بهذه الشريحة المثقفة التي عانت ما عانت منذ فترات طويلة من عدم الحصول على استحقاقهم. أملنا كبير بأن يأخذ كل معلم قطعة أرض سكنية قبل إحالته إلى التقاعد، كذلك موضوع سلم الرواتب وموضوع دعم الدرجات الدنيا من الوظائف بتحسين الوضع المعاشي لهم. شكرنا وتقديرنا لكل من حضر ولبى هذه الدعوة من مديرية عامة للتربية والسيد قائم مقام الحمدانية، كذلك نشكر كادر الإعلام التربوي لتغطيته هذه الفعالية. شكرا جزيلا. ونغني في الليل.